انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وشهد الاجتماع إنهاء إجراءات تأسيس التحالف بمقره في القاهرة الجديدة بحضور المؤسسات والجهات أعضاء التحالف الوطني. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز. واعتمدت الجمعية العامة النظام الأساسي واللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني 2024-2030 لتنطلق أنشطة التحالف الوطني بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد للخدمة.